قالوا لي لا عم تاكلي ولا عم تشربي، هالشي ما بيجوز أمي. أمر من مولانا السلطان، عفى عني وسامحني. الحمد والشكر لك يا رب. الحمد لله يا رب، نشكر الله اللي استجاب لدعواتنا. بس أنا ما معي كتير وقت، أنا جاي لحتى ودعكم. مولانا شاف إنه بقائي بالعاصمة غير مناسب وأمر بتعييني والي مورا، ولازم التحق بمنصبي الجديد. قول نفاك لهنيك، يعني رح يبعدك عن عائلتك وبيتك مرة تانية. على القليلة بنعرف انك عايش. انت رح تروح هلأ اخي؟ ما بدي اياك تزعل، موضوعك ما رح يطول إلا ما نلاقي حل، وأكيد رح ترجع لهون وبأسرع وقت. كنا نشتاق لك وأنت عنا، وعم يحرقنا الشوق، فكيف هلأ رح نتحمل غيابك؟ كيف رح نقدر نعيش من دونك؟ كيف رح نتحمل؟ لو سمحت خليني أحضنك وشم ريحتك، لو سمحت. ذوالفقار، ذوالفقار باشا رح يرافقني لهنيك. هذا أمر السلطان. حطوا الحمل مع الذئب كأماني. سلطانة، لما أنت لسه ما كان عندك خبر عن اسكندر، أنا اللي استقبلته واهتميت فيه وربيته مثل أولادي. هلأ كل شيء تغير، من اليوم بتناديله سمو الأمير. شو رأيك نمشي يا سمو الأمير؟ Thank you.
انت ليش عفيت عن الخاين اسكندر؟ هلأ السلطانة صفية بتكون مبسوطة وأكيد رح تعمل شو ما كان لتوصل ابنها وتخليه يستلم العرش، وبكرة بس يستلم العرش رح تشوف شو رح يعملوا فينا كلنا. مستحيل هالشي يصير. وليش مستحيل انه يصير يا أحمد؟ ملكي أعلن التمرد بهديك الولاية، وقتها رح يشكل خطر كبير عليك وعلى أولادنا. قسم أنا ما عم بطلب منك تقتله، أنا قصدي خليه بالعاصمة على الأقل بيضل تحت جناحك وقدام عيونك. إسكندر مو بريء مثل ما أنت متخيل يا أحمد، هو من زمان تخلى عن يمين الإخلاص اللي أقسم لك إياه. يمكن مو بباله يوصل للعرش، بس إسكندر حاطط عينه على أغلى شيء بالدنيا أنت بتملكه. بعرف يا قسم، بعرف مولاي. لما رحنا لحتى نقبض على إسكندر باشا ببيته بناء على أوامرك، أنا لقيت هي بين خاله. الظاهر أنه هالمغفل كان في عنده مشاعر خاطئة تجاه السلطانة قوسم، بس كون على ثقة أنه السلطانة قوسم ما إلها علاقة فيه، هي حتى ما عندها خبر بهالشي. بحلف لك بولادي وبكل شي بدك يا أحمد أنه ما لي ذنب بهالشي كله. قوسم يا عمري، أنا مستحيل إنه شك فيكي ولا حتى بفكر. أما بالنسبة لإسكندر، رح يدفع ثمن هالخيانة وعدم إخلاصه ووفائه لإلي. كوني مطمئنة. خلينا نرتاح شوي هون. اليوم لما طلبني مولانا السلطان لعنده على القصر، فكرت انه كل شيء انتهى، بس طلعت غلطان. اظهر لي عدالته ورحمته مثل كل مرة يا باشا. وانت بحياتك تعرضت لحكم مولانا مرتين يا اسكندر. الحكم الاول لما كنت جندي مبتدئ، والثاني هلا وانت امير. لما افكر بكل شيء صار بستغرب كتير. في امور كتير تغيرت من هداك الوقت، وانا كمان تغيرت، بس في شيء واحد ما تغير، هو اخلاصي لمولانا. بعرف يا اسكندر، بعرف. إذا كنت جرحتك بالفترة الأخيرة فهالشي بسبب اللي صار. إذا أنا زعجتك أو أهنتك فياريت تسامحني. أنت شو عم تحكي يا باشا؟ أنا ما بزعل منك أبداً. هذا القبر مشاني أنا.
مولاي السلطان أمرك تحفر لي هذا القبر. انزل على ركبك يا اسكندر. سمو الأمير اسكندر، مولانا السلطان أصدر بحقك حكم. وهو حكم الإعدام. خير، شو اللي مخليكي متوترة؟ الحمد لله اسكندر مشي حاله. ارتاحي بقى، مو معقول تضلي هيك. طول ما ابني بعيد عني ما رح ارتاح ابدا. بس هلا في جواتي احساس بشع، ورح ضل خايفة حتى يوصل ابني بالسلامة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يلا نفذ الأوامر، بعدين إذا كان اللي عندك أي حق أنا مسامحك. بس اللي بدي إياه منك إنه أنت كمان تسامحني. أنا مسامحك يا اسكندر. دماغ تفل الأمير بطريقة تليق فيه. الله يرحمه ويغفر له. Yeah.
ادخل. سلطانة، مبروك يا سلطانة، رب العالمين نجانا أميرنا وما صابوا أي مكروه. والله يا سلطانة كنت رح موت من الخوف من أنه يصير عليه أي شيء يكون بعلمك. بس أنا كتير مقهورة أنه فرقونا عن بعض يا بلبل. يلا أحسن، المهم أنه يضل عايش. نشكر الله. شو هاد؟ والله ما بعرف يا سلطانة، بس وأنا طالع من القصر أعطاني ياهن هذا الحجي أغا، قال بعت لك ياها مولانا. طيب افتحها يا بلبل، خلينا نشوف شو بعت لنا مولانا. ذوالفقار، ليش رجعت لهون؟ اسكندر وينه؟ مو على اساس انتوا مع بعض؟ اللي شبك احكي بسرعة، قلي شو صاير معك. هما شاه اسكندر. شبو اسكندر؟ ذوالفقار شو صاير؟ احكي شبو اخي اسكندر. اسكندر قولوا خلصني يا ذوالفقار، شو سويت بأخي؟ مولانا أصدر بحقه. حكم إعدام. كيف؟ شو حكيت؟ على أساس أحمد عفى عنه؟ هالحكي مو مزبوط. إذا ما شفته بعيوني أنا ما رح صدقك أبداً. أنا شفته بعيوني يا همشة، شفته. أنت عم تكذب يا ذوالفقار. للأسف هي الحقيقة. أنت عم تكذب يا ذوالفقار. لا أبداً. أنت واحد كذاب يا ذوالفقار، واحد كذاب يا ذوالفقار. أنت واحد كذاب، أنت واحد كذاب، كذاب أخي محمد.
اصحك تزعلي او تبكي على اخوك لانه انت السبب. انت وديتي لحتفه. الحق عليك يا همشة، لانه خبرتي جوزك الخاين. بسببك فقدت ابني من دون ما اشبع من شوفته. ادخل. سلطانة، سلطانة، خدني على قبر ابني اسكندر، بدي شوفه. بتموت عن قريب مثل ما قتلت ابني وحرقت قلبي عليه. إن شاء الله بتموت يا أحمد.